ما دمت تتذكر ماضيك لن تكون قادرا على وضع خطط مستقبلية. مرحبا صديقي العزيز، سأخبركم اليوم عن توقعات 2021 لصعود الحوت. هذا الرسم البياني للكواكب التي تدور في مرحلة العبور. يستمر الأشخاص مع صعود الحوت في القيام ببعض الأعمال، فهم يحبون أن يكونوا مشغولين، يحبون القراءة والتعليم، يصابون بالعدوى بسرعة كبيرة. هناك العديد من التغييرات في حياتهم. هناك أيضا خسارة من حيث الممتلكات. تنفق الكثير من المال، كما أنهم يقدمون الكثير من التبرعات. يعطي نصيحة جيدة جدا للآخرين. أولئك الذين يتبعون المبدأ عتني بالعائلة واجتماعي. الآن دعنا ننتقل إلى التنبؤ. هنا 12 رقم مكتوب، لذلك أنت صاعد من برج الحوت. إذا كان برجك عند الولادة يحتوي أيضا على 12 رقما مكتوبا هنا، فإن هذا التوقع يناسبك. يرجى عدم ارتكاب أي خطأ في مشاهدة الفيديو، وإلا فلن يتطابق التوقع. هذا التوقع على أساس الأوقات والتواريخ الهندية، لذلك يجب عليك تعيين التنبؤ من تاريخ ووقت بلدك. ستحصل على الكثير من الفرص في هذا العام، الأمر الذي سيأخذ حياتك المهنية وعملك إلى الأمام بعيدا. في بعض الأعمال سيتأخر عملك بسبب مشكلة، لكن هذا أيضا سيكون مفيدا لك في المستقبل. ما كنت تخطط له لعملك لفترة طويلة سيكون ناجحا. الآن سوف تستفيد أيضا من العمل الشاق الذي قمت به لعملك. ستنته هي المشاكل التي كنت تحصل عليها من منافسيك. سيكون هذا العام جيدا جدا لأولئك الذين يعملون في المجال المالي. سيزداد شرفك واحترامك. يمكنك الحصول على عروض ترويجية وزيادات خلال مارس وأبريل ومايو ويونيو. الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم يمكنهم الحصول على وظيفة جديدة. إذا أردت تغيير وظيفتك فسيحدث هذا أيضا الآن. سيكون 22 من مايو إلى 19 من يوليو هو أفضل وقت للعمل. ستنته هي أيضا المناقشات التي كانت تدور بسبب ملكية الأجداد، ويمكنك الاستفادة في الممتلكات. سيصبح وضعك الاقتصادي الآن أقوى، كما ستزول الخلافات التي نمت داخل الأسرة. إذا كنت تحاول الزواج فسيحدث الزواج أيضا. أفضل وقت للزواج حتى 20 من أبريل. إذا كنت تحاول إنجاب طفل فسيتم العثور على ذلك أيضا، لذلك سيتعين عليك قراءة سنتينج بالمنتر. عملك الحكومي الذي كان عالقا سيكتمل. لا يجب أن تستثمر الأموال في سوق الأسهم، وإلا فإن أموالك سوف تتعثر. إذا كنت ترغب في العمل في الخارج يمكنك ذلك، ويمكنك أيضا السفر إلى الخارج. سيكون الوقت من 6 من أبريل إلى 13 من سبتمبر هو الأفضل للسفر إلى الخارج. إذا كنت تحب شخصا ما وتريد التعبير عن حبك فيمكنك ذلك. قد يكون هناك نزاع مع أقاربك خلال شهرين يوليو وأغسطس. قد يكون هناك أيضا نزاع مع موظف المكتب. خلال شهرين سبتمبر وأكتوبر قد تزداد مسؤوليتك. قد يكون لديك أطفال في نوفمبر وديسمبر. أطفالك الذين كانوا يسيرون في الطريق الخطأ سيبدئون الآن الدراسة. في 10 من فبراير ستجتمع 6 كواكب في برج الجدي. يأتي الجدي في منزلك 11، ثم سيؤثر على الجميع. يجب أن تكون حذرا قليلا في هذا اليوم. ومن المقرر حدوث خسوفين في عام 2021. حدث خسوف للقمر في 26 من مايو وخسوف للشمس في 10 من يونيو. لن يرى كسوف الشمس في الهند. يجب أن يتلف صن سحسرانيم في كل قمر جديد. يجب تطبيق الزعفران تلاك يوم الخميس. احترم والدتك ومعلمك، سيكون ذلك مفيدا لك. لذلك كان 2021 تنبأت صعود الحوت. استمر في مشاهدة قناتنا لمزيد من المعلومات. شكرا لك.